تسعى إلى تجسيد دورها الفعال في إحياء المناسبات المختلفة، وتوجهات الجامعة تقوم على توعية الطلبة بدينهم وبرسالتهم العظيمة. أيها البدر فينا جئت بالأمر المطاع. الجامعة وهي تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف تريد لأبنائها، لبناتها، لجيل هذا الشباب الناشئ الذي هو مستقبل إن شاء الله هذا الشعب ومستقبل الأمة، أن يكون مرتبطاً بعقيدته ومتأسياً برسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: استوصوا بالشباب خيراً، وقال: نصرت بالشباب.